شكرا للزميل العزيز شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. لمزيد من التفاصيل تعالوا نرحب على الهاتف بالدكتور سعد شلبي مدير العام لفروع النادي الأهلي والفرع الرئيسي. دكتور سعد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير كابتن أحمد، ومساء الخير على مشاهدين حضرتك الكرام. واسمح لي في البداية ان انا اهني المنتخب الوطني الفوز الكبير النهارده، وان شاء الله تمنياتنا بالتوفيق لكره القدم المصريه والمنتخب الوطني يا رب دايما باذن الله. دكتور سعد، نقدر نقول النهارده ثوره اداريه جديده وحركه جديده من التغييرات، هناك من ادى واجبه على اكمل وجه وتم تكريمه اليوم من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، ووجوه جديده تنضم الى النادي الاهلي في كتيبه العمل لهذا النادي الكبير. يعني اسمح لي طبعا في البدايه كابتن احمد، دايما ان احنا حريصين في النادي الاهلي على ان النادي الاهلي دايما بيقدم النموذج والتفرد والقدوه في تطوير العمليات الاداريه داخل صناعه الرياضه المصريه دايما بعهد النادي الاهلي ودقبه في الحقيقه. واحنا من امبارح عندنا مجموعه من الاجتماعات المتتاليه، سواء كانت تتمثل في اجتماعات الجمعيات العموميه للشركات الثلاثه، شركه الاهلي لكره القدم، شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، شركة الأهلي للخدمات الرياضية. والحمد لله النهاردة اختتمت الاجتماعات باجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي الموقر في الحقيقة، وكان في حرص من الكابتن محمود على أنه يحيط المجلس بكل التطورات التي حدثت في الجمعيات العمومية الثلاث. احنا طبعا كان هو والنادي الأهلي دايما زي ما ذكرت في البداية هو بيقدم تجربة فريدة داخل صناعة الرياضة المصرية اللي بتأكد ريادة النادي الأهلي على الدوام. نعم. وفقا للحقائق على الأرض في الحقيقة. والكابتن محمود كان حريص في بداية اجتماع مجلس الإدارة يحيط المجلس الموقر بالتطورات اللي حصلت في الجمعيات الثلاثة في الحقيقة. الجمعيات الثلاثة انعقدت بالأمس بشكل منظم جدا، ويمكن حضرتك هيبقى عندك المواد الحصرية الخاصة. نعم. بهذه الاجتماعات اللي بتعكس في الحقيقة احترافية ومهنية النادي الأهلي في إدارة الاستثمار داخل صناعة الرياضة من خلال شركاته. والشركات دي الحمد لله كل التقارير الصادرة اللي تم استعراضها امبارح في الجمعيات العمومية بتؤكد نجاح تجربة النادي الأهلي وريادته في ان الشركات الثلاثه في الحقيقه لما عرضوا القوائم الماليه لهذه الشركات، الشركات الثلاثه بفضل ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله، بالاضافه الى الشركه الرابعه اللي هي شركه الاهلي للانتاج الاعلامي المالكه لقناه النادي الاهلي، واللي ايضا بتشهد عمليه من التطوير المستمر في الحقيقه، وايضا كسبنا نجمنا الكبير في الاعلام الكابتن احمد شوبير. ربنا يبارك فيك يا دكتور ويخليك. في وسط بيته وفي وسط اخواته وفي وسط العيله الكبيره عائله النادي الاهلي. شكرا. في الحقيقه الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى بتشير التقارير الماليه الى تحقيق هذه الشركات الى ارباح ماليه، واعتقد ان ده يعني سبق للنادي الاهلي وتجربه. نعم. فريده بيقدمها النادي الاهلي للرياضه المصريه. نرجو ان تكون الرياضه المصريه مستفيده من هذه التجربه الفريده اللي بيحققها النادي الاهلي على ارض الواقع في الحقيقه، وفقا لارقام ماليه بتعتمدها هيئه الاستثمار المصريه الحمد لله. الجزء الثاني المهم ايضا ان النادي الاهلي دايما عنده مجموعه من القيم والمبادئ اللي بتحكم تاريخ النادي الاهلي طول عمره. نعم. وفي الحقيقه ابناء النادي الاهلي وابناء عائله الاهلي حريصين على هذه التقاليد الكبيره. انتهت مده مجالس الادارات لان الشركات انشئت منذ 3 سنوات، والنظم الاساسيه لكل الشركات بتشير الى ان مده مجلس الاداره هي 3 سنوات، وكان في حرص في الحقيقه من الكابتن محمود ومجلس ادارتنا الموقر على استمرار هذه الكفاءات، لكن هذه الكفاءات يعني كانت لديها رغبه في انها ادت مهمتها وحققت اهدافها في هذه المرحله، وكان لديها رغبه كبيره في ان يكون ايضا مشاركه من ابناء النادي الاهلي الاخرين في استكمال المسيره في المرحله القادمه، وكان في حرص من الكابتن محمود على احترام هذه الرغبه في الحقيقه. وكان على سبيل المثال في شركة الأهلي لكرة القدم يعني رمزنا الكبير الكابتن مهندس عبد القيعي رئيس. نعم. مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم اللي في الحقيقة تولى رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي بعد واحد من القيادات التي نعتز بها واسم كبير في عالم الاقتصاد والاستثمار السيد ياسين منصور. في الحقيقة نجح المهندس عدلي مع مجلس إدارته اللي كان بيضم الأستاذ خالد عبد القادر وايضا احمد حسام عوض.
احمد حسام عوض في ان هم يستمروا بهذه الشركه ويحققوا ايضا مجموعه من العقود التسويقيه الفريده والرائده، واللي نجحت ان تضع الشركه في مسار ايضا مطمئن للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وايضا تعكس ارباح حقيقيه على ارض الواقع في العام المالي 2023 في الحقيقه، وايضا عرضوا موقفهم المالي حتى 30/9 في العام المالي 24، لان حضرتك كما تعلم ويعلم جمهورنا الكبير واعضائنا في جمعيتنا العموميه الموقره الكبيره جمعيه العموميه النادي الاهلي. خليني بس اوضح ان اللي على الصوره دلوقتي تكريم الكابتن عادل القيعي بصفته رئيسا لشركه كره القدم، والان بيحل محله الاستاذ ايمن فتحي حسين. اتفضل يا دكتور سعد. كان برضو زي ما حضرتك تفضلت في نهاية الجمعية في الحقيقة حرص الكابتن محمود على تقدير الكابتن عادل القيعي كواحد من الذين أعطوا النادي الأهلي الكثير، واحتراما لرغبته في الاعتذار عن الاستمرار وأن يتولى المهندس عادلي رحلة أخرى من رحلاته المبدعة في مجال الإعلام، وكان هناك أيضا احترام لهذه الرغبة. ثم بدأت أيضا أعمال جمعية العمومية للمنشآت الرياضية، وفي الحقيقة أيضا كان هناك أيضا رمز نعتز به ونفتخر به أيضا، هو المهندس أيمن إسماعيل الذي قاد مجلس إدارة موقر من كفاءات وقيادات لها مكانتها الكبيرة، وفي الحقيقة أصبحت الشركة تقف على يعني قدميها بشكل فريد أيضا داخل السوق المصري، وأيضا قطعت أشواط متقدمة في مشروع الحلم للنادي الأهلي، وهو مشروع القلعة الحمراء لمدينة الأهلي الرياضية اللي بتضم مشروعنا الكبير اللي هو استاد النادي الأهلي، وقلنا في الفترة القادمة إن شاء الله سوف يرى الكثير من المفاجآت جمهورنا الكبير. ووجه أيضا الكابتن محمود تقديره لمجلس إدارة هذه الشركة الموقرة اللي بتضم كفاءات كبيرة، وأيضا استعرضوا الموقف المالي للشركة وتقرير عن أعمال الشركة وما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، واحترم الكابتن محمود الخطيب رغبتهم في أن يكون يعني عندنا مجلس إدارة جديد إن شاء الله برئاسة المتميز إن شاء الله الأستاذ المهندس تامر ناصر، ومعاه أيضا مجلس إدارة بيضم المهندس حازم هلال وهو نائب رئيس لمجلس الإدارة، وأيضا المهندس حازم هلال يمكن هو كان موجود في مجلس الإدارة السابق وكان في حرص كبير على أن يكون هناك أحد الزملاء الذين كانوا في المجلس السابق حتى يعني يكون هناك استمرار في فهم ووضع الشركة ووضع أيضا الذي تم في المرحلة السابقة كما كان في شركة الأهلي لكرة القدم استمرار الزميل الفاضل أحمد حسام عوض، لنضمن ان في استمراريه واستدامه في فلسفه الشركه الخاصه بتاسيسها حتى تستمر في هذه المرحله القادمه. ثم جاء الدور ايضا على خليني بس اقول ان في شركه الكوره موجود السيد احمد شمس نائبا للرئيس، والصديق العزيز احمد حسام عوض عضو مجلس اداره، ووائل زياده ايضا عضوا. اما في شركه المنشات فزي ما حضرتك قلت يعني السيد تامر ناصر، مش كده؟ تامر ناصر ومعاه السيد مجلس الاداره والسيد حازم هلال نائب رئيس، والسيد عبدين ابراهيم عضوا، والسيد احمد امين مسعود ايضا عضو، والسيد كامل ابراهيم، دول اعضاء مجلس اداره شركه الاهلي للمنشات، كلهم حقيقه ناس افاضل. يعني انا اعرف الاستاذ احمد امين مسعود ده من الشخصيات الفاضله، يعني اسماء جميله ومهمه جدا يا دكتور سعد موجوده. اعتقد ان هي اسماء في الحقيقه كلنا فخورين بيها، وهي تتوافق مع متطلبات ورؤيه المرحله القادمه ان شاء الله. وكما حقق الزملاء في المرحلة الماضية أهداف النادي الأهلي وأهداف الجمعية العمومية للنادي الأهلي، احنا كلنا ثقة إن شاء الله في أن المجالس الجديدة لشركات الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية سوف يستطيعون تحقيق طموحات ورؤية الجمعية العمومية للشركة.